مساء الخير، أهلا بكم مرة تانية معنا في القسم السياسي في اليوم السابع. بنستعرض مع بعض أهم الأخبار اللي وردت النهاردة لينا الجمعة. اليوم الأحداث كبيرة مش قليلة. الأحداث بتبدأ معنا اليوم بجمعة دعا إليها عدد من النشطاء المصريين والجالية السورية الموجودة بالقاهرة للتضامن مع الشعب السوري في المذابح البشرية التي يتعرض لها على أيدي بشار الأسد ونظامه والشبيحة. هذه الجمعة بيأكدوا خلالها في الذكرى الأولى لمرور عام على تلك المذابح على ضرورة أن يتم التدخل الفوري لحفظ دماء ما تبقى من الشعب السوري. على جانب آخر، هذه الفعالية شهدت عدة تحركات. كان التحرك الأول من خلال مسيرة خرجت من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير متوجهة إلى الجامعة العربية تطالب بتدخل بضرورة تسليح الجيش السوري الحر. في سياق متصل بننتقل إلى دار القضاء العالي والذي شهد وقفة تضامنية بتطالب باستقلال القضاء المصري على خلفية التدخل في السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني الغير مرخص لها بالعمل في مصر. على جانب آخر، شهد أيضا محيط مكتب أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي وقفة احتجاجية أخرى أو وقفة تضامنية مع المجني عليها سميرة إبراهيم في صاحبة القضية الشهيرة الخاصة بكشف العذرية والتي حصل بطل هذه الواقعة الطبيب مجند على حكم بالبراءة من قبل القضاء العسكري. بننتقل بكم أيضا في محيط منطقة وسط القاهرة لنجد وقفة احتجاجية أخرى أو تضامنية مع النائب أبو العز الحريري الذي أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وتقدم رسميا بالأوراق عن حزب التحالف الاشتراكي. بنشهد أيضا لدينا اليوم في داخل الأروقة نقاب صحفيين جمعية عمومية عادية لاستكمال بعض ما جرى من ميزانياته وبعض ما جرى من أنشطة على مدار العام. أيضا بينقل لنا اليوم كل من هاني عثمان زملائنا ومحمود عثمان من داخل غرفة أو من داخل لجنة الانتخابات الرئاسية عدد ممن قاموا بسحب استمارات الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية. ربما أبرزهم كان أحد سائق التاكسي وأحد البسطاء من الفلاحين الذي يجهل القراءة والكتابة ولكنه يقول أنني أتحدث اللغة الإنجليزية. هذه مفارقات طبعا لدينا، ما زلنا نؤكد ونصر عليها. من حق الجميع أن يتصدر العمل السياسي لكن ليس من حق الجميع أن يسفه في هذا المنصب الرفيع. أيضا لدينا حدث هام اليوم هو اجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة جماعة الإخوان المسلمين تناقش ملفين هامين. الملف الأول يتعلق بإعداد الكوادر التنظيمية وتقسيم المناصب القيادية داخل الحزب وداخل الجماعة أو مجلس شورى الجماعة كما نقل لنا موفدنا هناك الزميل محمد حجاج. في سياق متصل، الملف الآخر الهام أيضا يتحدث عن هل يدعم شباب الجماعة أو يدعم الجماعة وأنصارها أو الحزب وأنصاره أي من المرشحين الرئاسيين. أيضا فيما يتعلق بالعمل الرئاسي أيضا ما زال لدينا قضية هامة تتفجر يوما بعد يوم، هي قضية تزوير التوكيلات الخاصة بمرشح الرئاسة أو استغلال الأمور المالية والظروف المادية الصعبة لبعض البسطاء من الشعب المصري لحثهم على عمل توكيلات مقابل تمويلات. الجديد والأهم والحديث تجدونه غدا معنا في اليوم السابع في العدد الورقي صباح السبت. تابعونا.